السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري وتتابعون فيها. في كنف الجزائر الجديدة مكاسب محققة لصالح المرأة وجهود متواصلة لتمكينها وتكريس لحقوقها في مختلف المجالات. ميدانية نسلط الضوء على المشروع المهيكل خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي أم البواقي وخنشلة، ونية استراتيجية بكفاءات وطنية خالصة وأبعاد اقتصادية متعددة. في سياق التحضيرات لشهر الفضيل، أسواق جوارية لتوفير المنتجات الفلاحية والمواد واسعة الاستهلاك كسرا للاحتكار، ومخطط محكم لضمان تموين منتظم للأسواق باللحوم البيضاء بأسعار في المتناول. في فلسطين المحتلة وعلى مشارف الشهر الفضيل، جزر مستمرة واستهداف متواصل لقوافل المساعدات يرفع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 30,800 شهيد، بينهم أزيد من 8,000 امرأة شهيدة. ومن وحي شهر القرآن، راعموا ذوي الاحتياجات الخاصة بقسنطينة في رحاب الذكر الحكيم تحضيرا للمشاركة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. بداية، تحيي المرأة الجزائرية اليوم عيدها العالمي في ظل إنجازات ومكاسب تعززت أكثر في عهد الجزائر الجديدة. وبهذه المناسبة وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة هنأ فيها المرأة الجزائرية، مشيدا بدورها في المجتمع ومشاركتها البارزة في التنمية المستدامة بشغلها نسبا عالية في عديد القطاعات. السيد الرئيس أكد أن الجزائر الجديدة لن تكون إلا باعتمادها على المرأة، وهي كاملة الحقوق مصونة الكرامة، وأن المناصفة الحقة التي تعمل على تكريسها هي مكسب دستوري يتعين أن يتجلى بصورة واضحة وعلى أوسع نطاق في مجتمعنا، ولن يكون هناك أي تراخي أو تغافل على المساس بهذا المبدأ. سونيا غاسي. مسيرة حافلة بالنضالات وعامرة بالمكتسبات صنعتها المرأة الجزائرية ووثقتها بالمواقف والتضحيات من ملاحم تاريخية شاركت فيها في حرب التحرير إلى صور جسدتها في جزائر البناء والتعمير. مناسبة 8 مارس تعود والمرأة الجزائرية قد قطعت أشواطا كبيرة بإرادتها القوية وعززت من مكانتها وأثبتت عن جدارتها في تقلد المسؤوليات وتولي المهام في كل المجالات. مناسبة أرادها رئيس الجمهورية كمحطة للتذكير بكل هذه التضحيات وفرصة لرد جميل المجاهدات والفدائيات واستذكار بطولات الشهيدات ووقفة عرفان وإشادة بدور مرأة اليوم وبمشاركتها البارزة في التنمية المستدامة، سواء المرأة الريفية التي ما زالت رمزا للتضحية والكد الشريف أو في المدن والحواضر أين أصبحت المرأة تشغل نسبا عالية لمناصب العمل في جميع القطاعات، وبمناصفة حقة تعمل الدولة على تكريسها كاعتراف بأهليتها وكفاءة لتولي أي مسؤولية أو وظيفة. وفي 8 مارس يتجدد التأكيد أن بناء الجزائر الجديدة القوية لن يكون إلا بمشاركة المرأة الجزائرية، وهي كاملة الحقوق والواجبات ومصونة الكرامة مرفوعة الهامة. تربويا، وفي إطار التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية لا سيما في مجال التسيير الإداري والبيداغوجي، أشرف وزير التربية الوطنية بثانوية الرياضيات على أشغال ملتقى وطني تحت عنوان التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية. ما المزيد مع ياسينية حسيني.
هذا المشروع يعمل على تنبيه رانيا وشيماء، مشروع جيل مبتكر ومفكر، فرغم صغار سنهم إلى أنهم أبدعنا في إنجاز نظام تحذير الاقتراب من الأماكن الخطيرة أو ما يسمى بميكروبيت. هذا المشروع يعمل على تنبيه الكائنات من خلال إصدار صوت عند اقتراب مسافة معينة من مكان خطر كبئر أو منحدر كبير. الهدف من هذا المشروع هو المساعدة في الحياة اليومية وحل مشكلة الوقوع في مكان خطر. في استعراض قامت به شيماء تمكننا من تجربة فعالية هذا الجهاز النوعي. عند اقترابنا بمسافة أقل من 100 سنتيمتر ما يعادل 1 متر يحدث صوت، وعند ابتعادنا عنه بمسافة أكبر من مسافة 100 سنتيمتر يتوقف عن الصوت. براعم من جيل يسعى قطاع التربية إلى تعزيز الإبداع والابتكار فيهم من خلال تأسيس منظومة رقمية وطنية تعمل اليوم بسرعة قصوى على رقمنة مختلف الخدمات المدرسية للتلاميذ. كما تعكف وزارة التربية حالياً على استحداث مشروعين، أولهما خاص بالمكتبة الرقمية الناطقة والثاني بالكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الإنجليزية لفائدة التلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. كما تعمل على تسهيل 10 مشاريع جديدة هي قيد الإنجاز واستكمالها قبل نهاية شهر جوان المقبل. وتعميماً لاستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المؤسسات التعليمية، اتفاقيتان تم توقيعهما مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للاستفادة من امتيازات وتخفيضات متعلقة بخدمة الربط والاشتراك بالإنترنت. أتمنى أنه من خلال هذا الربط بسرعات أعلى راح تكون مرافقة لهم باش يكون تكوين متواصل، يقدروا يستفادوا كل المحتويات اللي تقدمها مؤسسات القطاع اللي تسمح لهم باش دائما يواصلوا التكوين تاعهم. بنية تحتية رقمية يعمل قطاع التربية على تعزيزها بانتظام في ظل جزائر عصرية مواكبة للتغيرات العالمية. إلى روبورتاجاتنا الميدانية المتعلقة بمتابعة المشاريع الكبرى في طور الإنجاز، حيث نسلط الضوء على وتيرة سير وإنجاز مشروع السكة الحديدية الرابط بين عين البيضة بولاية خنشلة، عين بيضة المتواجدة بأم البواقي بولاية خنشلة على مسافة 51 كيلومترا. المشروع المهيكل نسب إنجازه متقدمة، تسهر عليه كفاءات جزائرية بأحدث الوسائل التقنية إلى جانب بعده الاستراتيجي الذي يسهم في توفير مناصب الشغل. تقول ما يخرفي. بطول 51 كيلومترا إنجاز أشغال السكة الحديدية الذي يربط عين البيضاء أم بواقي بولاية خجلة، هذا الخط يعد من المشاريع الهيكلية لنقل المسافرين والبضائع التي ستدفع بالحركية التنموية بالمنطقة. هذا المشروع بأبعاد استراتيجية اقتصادية واعدة في طور الإنجاز. هنا تجري أشغال إنجاز شطر من خط السكة الحديدية الذي يربط مدينتي عين البيضاء وخنشلة مرورا بفكيرنا الممتد على مسافة 26 كيلومترا، وتيرة متسارعة ومتابعة ميدانية بكفاءة جزائرية لتسليمه في أجله المحددة. اول حاجه اللي نستعملوها هي لاباراي ستاسيون طوطا، تقوم هذيك تستالي روحها ثم بدي ستاسيون دي بورن نعرفوا البوزيسيون تاعها اكزاكت، ومنها نقدروا نمبلونطيو لامبلونطاسيون دي طرافو تاعنا. كيما تشوفي الشاربونت هنايا ميتاليك نقدروا نحطوها باحداثيات ببريسيزيون مليمتر بلايصون. هنا التيراسمون نخدموا ثاني لو نيفو اللي البورناج ليكستريميتي تاعو. نقوموا باشغال محطه المسافرين اللي تمثل في اعمال التهيئة الخارجيه، تمثل في ميردو كلوتير اي لي تيراسمون لي فوا اي لي ستاسيونمون لي ترافو داسينيسمون. كاين الاعمال داخل البنايه تمثل في ريفاتمون سول ريفاتمون ميرال لي بلاطر لي ترافو سياس، وبربي ان شاء الله نسلموا المشروع في الاجل المحدده. أشغال تنصيب الأعمدة الكهربائية انتهت، فيما تشارف أشغال إنجاز المنشأة الفنية المتبقية على الانتهاء. تم الانتهاء من أشغال وضع خط السكة الحديدية، والأشغال ما زالت جارية في بعض الأشغال التكميلية. العملية الآن هي وضع اللمسات الأخيرة، يتم عملية رفع السكة الحديدية لنهاية لافاسير اللي هي الفاس سوبيريور دوراي نيفالمو ادريساج ار 3.
ليتم تسليم خط السكة الحديد. شطر يعتبر هام فيه 26 كيلومتر خاص بولاية أم البواقي، أين بدأت الأشغال فيه في جوان 2022، وهو جد متقدم فيما يخص إنجاز الأشغال، لأن تم وضع السكة الحديدية في الخدمة وبدأت يعني التجارب في الأسبوع هذا. هذا المشروع هذا يعتبر هام من الناحية الاقتصادية أولا، وهو خلق مناصب شغل تصل إلى 300 منصب شغل مؤقت إلى أكثر من 30 منصب شغل دائم. هذه البنية الاستراتيجية ستدفع بعجلة التنمية بالولايتين لنقل المسافرين والبضائع، كما ستسهم في دعم المستثمرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. نشرتنا مستمرة، وفي موضوع التحضيرات لشهر رمضان الفضيل، تم بولاية غردية افتتاح سوق جواري جديد يعرض مختلف المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار في المتناول، تقول سونيا العلام. فتحت اليوم السوق الجوارية أبوابها لسكان ولاية غردية وكذا تجار التجزئة لتموين السوق المحلية بالمواد الواسعة الاستهلاك التي يتزايد عليها الطلب في شهر رمضان. دعوهم إلى التعقل في اقتناء هذه المواد الغذائية الفلاحية الاستراتيجية، لأنها إخواني راهي موجودة، ونأكد على ذلك بوفرة. السوق الجوارية تختص في بيع مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك على غرار اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، الخضر والفواكه، ومختلف المواد الغذائية بأسعار الجملة.
اللحوم، لحوم مجمدة واللحوم مدعمة، نعرضوا فيها طيلة شهر رمضان باش نغطوا السوق. والأسعار أسعار جد معقولة، أسعار مدعمة. عرضنا كاع أنواع الحليب، حليب العادي المدعم، حليب البقر، حليب الماعز، حليب اللبن، وكله مشتقات الحليب. وهذا طيلة شهر رمضان إن شاء الله، وهذا لنوصل المنتوج من المنتج إلى المستهلك مباشرة. القضاء على المضاربة وضمان عدم ارتفاع الأسعار من بين أهم ما تهدف إليه هذه الأسواق التضامنية. دائما وفي سياق التحضيرات لشهر الفضيل، تعمل مختلف المستثمرات الفلاحية ببسكرة على ضخ كميات معتبرة من الخضر والفواكه لما يزيد عن 20 سوق جملة بشرق وجنوب شرق البلاد. يونس الكحلديب والمزيد. مستثمرة تستعمل أحدث التكنولوجيات الفلاحية لتضمن تموين الأسواق بمنتجات مبكرة. هنا يعني نعمل على فرز وتوظيف السلع، يعني لتقديم أجود السلع للمستهلك الجزائري. ولاية بسكرة هذه السلة الغذائية المتنوعة من خضر وفواكه تمون ما يزيد عن 20 سوق جملة بشرق وجنوب شرق البلاد. أسواق التجزئة أيضا توفر خضروات ذات جودة ونوعية، إضافة إلى تنافسية في الأسعار. نشاط الأسواق الجملة يكون يعني بصفة منتظمة وصفة يعني دائمة خلال أيام الأسبوع، وكذلك بالنسبة للعطل الأسبوعية. بالنسبة لتمويل أسواق التجزئة راه يتم يعني بصفة منتظمة وعادية. والأكيد أن الطمور حاضرة باعتبارها الفاكهة الأساسية بالطاولة الجزائرية خلال الشهر الفضيل. بسكرة بلاد خيرات سنة، أوفر فيها كلش الحمد لله. يعني كما نقولوا الطمور راهي خير طيارات، راهو تمرر ما شاء الله. وتبقى ولاية بسكرة الرائدة في المجال الفلاحي، تقدم أجود وأفخم أنواع الخضر للسوق الجزائرية. من جهته يواصل الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن جهوده للعمل على التموين المنتظم باللحوم البيضاء وضمان وفرتها في السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل لتكون في متناول القدرة الشرائية للمواطنين. يقول عبد الجبار بن يحيى. وزن هذا الديك حوالي 3 كيلوغرامات، واحد من قرابة 100,000 ديك ودجاجة في وحدة تربية الدواجن بالبرواكية جنوب ولاية المدية. نجيبو الفوسان تاع انجور، نديرو ليلفاج تاعو، التربية تاعو حتى يولي 2 كيلو، من ثم يروح لاباتوار برواكية، باتوار باجر، عندنا ثاني دوز اباتوار. تتوفر هذه المزرعة على ظروف ملائمة لتربية الدجاج اللاحم. هذه الوحدة راهي جاهزة لنقل هذا المنتوج إلى المذابح التابعة لشركة دواجن الشرقة. في مذبح الدجاج اللاحم هذا التابع للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن بوادي جر بالبليدة، يتم تجهيز اللحوم البيضاء عبر مراحل عديدة قبل تسويقها. منذ استلام السلع أي الدواجن الحية حتى ندخلوا لمصلحة الذبح نتابعوا نسهروا على شروط الصحة والنظافة كذلك على ذاك المستوى، ومن بعد لابارتي تاع ميزو ساشي حتى مصلحة التبريد والتوزيع. المذبح تاعنا عنده كاباسيتي دباطاج تاع الذبح حتى وين تقدر تروح حتى 12,000 دجاجة يوميا. عندنا ثانيت ان ستوك اللي راه ان شاء الله يكفينا الفترة هذه وفترة في رمضان ان شاء الله يكون متوفر بكفاية حتى ما بعد رمضان، ومام في هذه الفترة يكون عندنا إنتاج يومي. هذه نقطة بيع اللحوم البيضاء في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة. هنا الجودة والنوعية والسعر أيضا في متناول المستهلك. أنا جينا نشري وقالوا لنا الدجاج رخيص هنا، وأنا جينا الحمد لله كي واش قالوا نصبنا الحمد لله، أنا ما شقيتش بطن ترقانا. ان شاء الله ربي يكثر خير الدوله. انا جاي من الحراش عند وحده تاع لوناب باش نشري الدجاج، لاحظت بلي لي بري سون تري ابوردابل، يعني 380 دينار لو كيلو بارابور او مارشي اكسترن. السومه مليحه، انا نشوفه كاين كاع الخير، 39,000 البري، حاجه مليحه. الشعب ان شاء الله كاع ياكل، ان شاء الله كاع الناس تفرح. السلعه ما شاء الله سوا كاليتي سوا في السومه. رمضان كريم لكاع الناس والسلعة مليحة. فوالا مجمع أوناب حاضر بقوة وحاضر، يعني موفر بوفرة
تكون كاين، يكون كاين يعني من جانب تاع الوفرة تاع الدجاج يكون كاين وبأسعار معقولة في متناول المستهلك. تمويل السوق باللحوم البيضاء الطازجة المجمدة ومشتقاتها يضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار في شهر رمضان. في الذاكرة التاريخية، نظم اليوم التلفزيون الجزائري وقفة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني لمؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنيتين في الذكرى 50 لوفاة 15 صحفيا وتقنيا جزائريا في حادث تحطم طائرة بالفيتنام خلال تغطيتهم لزيارة الرئيس الراحل هواري بومدين إلى الفيتنام. الوقفة حضرها إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإعلام برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد، المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون والمدير العام للإذاعة الوطنية وإطارة وعمال المؤسستين. الحادث الأليم وفي ذكراها 50 تستحضره الجزائر والأسرة الإعلامية بكل تقدير وعرفان للتضحيات التي يبذلها الصحفيون في سبيل أداء الواجب المهني والوطني. الحادثة غدت محطة مشتركة يتم إحياؤها في الجزائر وفيتنام على درب علاقات متجذرة ووثيقة. وليد قدري. الصحفيين الجزائريين 15 الذين قاموا بتغطية جولة الرئيس بومدين الآسيوية، كانت الفرحة تظهر على الوجوه المبتسمة وكانت أنفسهم تتوق شوقا بالعودة إلى أرض الوطن، ولكنهم ما كانوا يعلمون ما يخفيه لهم القدر. ما أخفاه لهم القدر هو أن النهاية ستكون على أرض فيتنام، ليعودوا منها إلى الوطن داخل هذه التوابيت قبل 50 سنة من اليوم. أصر الرئيس الراحل هواري بومدين أنذاك أن يكون في استقبال الجثامين التي رافقه أصحابها أحياء في مهمة عمل قادته لدول أسيوية آخرها دولة فيتنام في 8 مارس 1974، لكن شاءت الأقدار أن تنتهي تلك الزيارة بفاجعة أليمة. طائرة عسكرية فيتنامية تسقط بجوار مطار نوهاي والحصيلة وفاة 15 صحفيا وتقنيا جزائريا إلى جانب 9 صحفيين فيتناميين وطاقم الطائرة. الحادثة كانت بمثابة فاجعة للبلدين، فالجزائر خسرت يومها 15 من خيرة أبنائها وأكفأ شبابها الذين اختلطت دماؤهم بدماء الصحفيين الفيتناميين لتؤسس لحبل علاقة جزائرية فيتنامية ولدت من رحم الكارثة، وذكراها تستحضر كل سنة في البلدين لتحث على المزيد من التعاون بينهما. كان لي الشرف في حضور إحياء ذكرى رحيل الصحفيين الجزائريين في فيتنام. نحن نحيي هذه الذكرى في بلدنا وفقا لتقاليدنا، وهذا تأكيد على أن فيتنام تعتبر هؤلاء الصحفيين الجزائريين من أبنائها. مرة أخرى نقف اليوم عند ذكرى الحادثة لا لنحيي الجراح، بل حتى لا ننسى تضحيات أسرة الإعلام وهي تناضل لتكون منبرا لصوت الوطن في الداخل والخارج في كل السبل وإن ملأتها الأخطار. عفوا، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من نيويورك الطرف النزاعي في السودان لاغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان. وأعرب بن جامع في تدخل له خلال اجتماع عقد أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان عن أسفه لعدم التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني. In front of this deteriorating situation, we want to seize this occasion to make. أمام هذا الوضع المتدهور نود أن نغتنم فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الأطراف السودانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة السودانيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. ندعو الأطراف السودانية إلى وضع خلافاتهم جانباً والنظر في فرصة شهر رمضان المبارك، شهر السلام، للشروع في طريق الاسترضاء وضبط النفس من أجل سلام دائم في السودان.
a month of peace to embark on the path of appeasement and restrain. نرحب في هذا الصدد بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، لأننا نعتقد أنها ستجلب قيمة مضافة واضحة ودعما لعملية السلام. في تطورات الوضع بغزة وعلى مشارف الشهر الفضيل، ما يزال الاحتلال الصهيوني يواصل اقترافه للمزيد من المجازر، حيث وسط وجنوب القطاع إلى 42 شهيدا، كما ارتقى شهيد وأصيب العشرات في قصف استهدف فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في دواري نابلس والكويت بمدينة غزة. لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع منذ السابع من أكتوبر الفارط إلى زاد من 30,800 شهيد، بينهم 8,000 امرأة شهيدة، بالإضافة إلى أكثر من 72,400 جريح. حيثية المشهد في هذا التقرير لملك سحق، نتابع. على مشارف دخول الشهر الفضيل، لا تزال أحوال غزة تلاقي أهوال الحرب التي أبت أن تهدأ، كما أبت طائرات الاحتلال ودباباته أن تمنح الفلسطينيين سلام لحظة يلتقطون فيها أنفاسهم التي انقطعت بين مجازر الإبادة وبراثن المجاعة. طائرات الصهاينة التي لم تفرق بين المساعدات الإنسانية والأطقم الطبية وبين الأطفال والنساء والشيوخ، بل حتى بين الشجر والحجر، لا تزال تحصد المزيد والمزيد من الأرواح. الجوع اللي احنا فيه حاليا ما عملش حصانة لأي بني آدم، الكبير قبل الصغير جعان، الوضع كارثي ومأساوي جدا من كثر الجوع اللي احنا فيه حاليا. والله العظيم نسينا دورنا اللي نهدن أكتر، كمان نسينا الشهداء اللي ماتوا، يعني من كثر الجوع، لأن كل تفكيرنا هلقيت كيف نوفر لقمة العيش. قلدت المرأة الفلسطينية في عيدها العالمي أسمى أوسمة السيدات، فهي التي ترجمت للعالم مفاهيم بالأمس القريب كانت شعارات فقط. الصمود والشموخ والعزة وأم الشهيد، هكذا تعرف المرأة الفلسطينية اليوم، والتي جابهت أعتى أنواع الحروب الصهيونية وعجزت عن كبحها كل الجهود السياسية والدولية. ولا تزال حرب الإبادة تتداول في أروقة الأمم المتحدة، يقابلها تسارع رهيب في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأمام هذا التصعيد المسعور، يصعب التكهن حول مجريات ما ستؤول إليه الأمور في ظل انسداد كل طرق التهدئة والانفراج. وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، ثمنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تضحية المرأة الصحراوية، مشيدة بدورها البارز في المعركة التحريرية التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي. هذا وتحدث بيان اللجنة بإسهاب عن مساهمة المرأة الصحراوية المتميزة في معركتي التحرير والبناء جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، فيما دان البيان ذاته ممارسات الاحتلال المغربي المنافية لكل الأعراف الدولية والتي طالت النساء الصحراويات طيلة سنوات الاحتلال. عودة إلى أخبار الوطن. في الرياضة، وفي الدور 16 من منافسة كأس الجزائر، أقصي حامل اللقب جمعية أولمبي شلف أمام اتحاد بسكرا بركلات ترجيح 5-4 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. كما تأهل إلى دور ذاته فريق مولودية وهران بعد تجاوزه لمضيفه أتلتيك بارادو بنتيجة 2-1. اتحاد خنشلة بدوره اقتطع تأشيرة العبور إلى الدور الثمن النهائي بالفوز على غالي معسكر 3-2. كما ضمن فريقا ترجي مستغانم ونصر حسين داي من القسم الثاني عبورهما إلى الدور المقبل من منافسة السيدة الكأس. قريا انطلقت اليوم الدورة 13 تالي الألعاب الرياضية الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا، وفي اليوم الأول من المنافسة الجزائر تحرز أولى الميداليات في رياضة الكاراتي دو. المتابعة في تقرير مفدى التلفزيون إلى أكرا ياسين بوخنف.
رياضة الكاراتيدو سجلت أولى الميداليات في ألعاب الإفريقية بغانا. المنتخب الوطني تحصل على فضية في اختصاص الكوميتي حسب الفرق عند الرجال، وفضية الفرد بفضل المصارعة دحلم ناريمان في نفس الاختصاص. الحمد لله، ربي وفقنا باش حققنا هذه النتيجة اللي هي ميدالية فضية في الألعاب الإفريقية اللي قامت لهنا في البلد المضيف غانا. متحصلة على المرتبة الثانية في الألعاب الإفريقية بغانا. المنافسة كانت يعني صعبة نوعا ما. صابر بن مخلوف أحد المرشحين لليل الذهب لم يوفق واكتفى بالبرونز في اختصاص الكوميتي. قد حققت الميدالية البرونزية وهذا بفضل ربي سبحانه، وأنا جيت طامع في الميدالية الذهبية اللي هديها للشعب الجزائري والحمد لله رب العالمين. حسب الفرق الثلاثي سلاق جيريان دحلم ناريمان وولد العربي لاميا تحصلنا على الميدالية البرونزية في الكيميتي. الحمد لله تحصلنا على المرتبة الثالثة في الفرق كاتا. مالغري كنا فيزي لا ميداي دور، بصح الظروف منعت هذا الشيء، بصح معليش حنايا عندنا ظروف اخرى، عندنا لي زوبجيكتيف واحد اخرين ان شاء الله هنا نفيزينهم وان شاء الله نحصلوا على الميداليه الذهبيه. المشاركه الجزائريه لرياضه الكاراتيه هنا في المشاركه انا كما نقول في اكرا في اليوم الاول كانت حصيله نقدر نقول عليها ايجابيه، بالرغم شويه الظروف اللي رانا فيها والجو اللي رانا فيه شويه نقولوا الحمد لله، مي رانا في بربي ان شاء الله في اليوم الثاني راح تكون بالك حصيله تكون ملاحه ان شاء الله. ليكون حصاد صبيحه اليوم الثاني من منافسات الكاراتيدو 7 ميداليه برونزيه وفضيتين في انتظار ما ستسفر عنه نتائج عشيه اليوم الثاني من منافسات الكاراتيدو. لا نفحات عيد المرأة العالمي، وقفة مع سيدات توارق اللائي يبدعن في الصناعات الحرفية الخاصة بالمنطقة على تنوعها، مثلما أبدعن في نسج الخيام من الجلد الخالص. يوميات المرأة الترقية من داخل خيمتها في هذا الروبورتاج لي وهبة دندان نتابع. داخل هذه الخيمة التقليدية تصور الحياة اليومية للمرأة الترقية بكل حذافيرها. المرأة الترقية هي التي تقوم بصناعة الخيمة وتركيبها باستعمال جلود المعز والغنم والإبل، بينما يقوم الرجل بتحضير الأعمدة لنصبها باللباس نتاعها التقليدي والخيمة نتاعها السكنة نتاعها وكيفاش تخدم فيها وكيفاش تدير فيها. باغي نعرف عليها ريحين باش نديروا الفطار ونديروا التيندي ونديروا الزق نديروه وقت الراحه. امراه هنا مكافحه شاطره تخدم كلش بيديها، هادو الحوايج اللي شفتيهم قاع هادو نتوع الخيمه خدموهم بالجلود كلهم خدموهم هما بالخشب والجلد وكلش عندهم المستلزمات نتوعهم. يديروا عام يخدموا فيه الخيمة، والله عامين مرات يديروا عامين يخدموا في الخيمة باش تخرج الخيمة التقليدية نتاع التوارق. وبعد ذلك تقوم المرأة بصناعة مستلزمات الإقامة بها ولواحق للتزيين بألوان هادئة وأشكال هندسية رائعة الجمال والدقة. تخدم الوسايد، تخدم الفراش هذاك اللي فيها، تخدم هذوك اللي يتعلقوا فيها كل، تخدم هذاك السرير اللي راهو في الخيمة. الصح الأغلبية نتاع الخيمة الترقية تخدم بالجلد. الشكوى هذه يقولوا لها زنو وهذه السطلة أكوس. الخيمة موروث ثقافي ورمز من رموز العادات والتقاليد التركية. في الختام، وتحضيرا للمشاركة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، يحتضن مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة مسابقة ل63 مشاركا ومشاركة من فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحفيزا لهم على حفظ كتاب الله بمناسبة شهر رمضان الفضيل. ليندا شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هي مجموعة من البراءة حرمت البصر لتنعم بالبصيرة التي حفزتهم على حفظ كتاب الله الكريم في جو تنافسي كبير. هناك طرق وتقنيات ومنهجية نتبعها لتحفيظ هذه الفئة القرآن الكريم وكذلك تجويده. يشارك فيها 63 مشارك ومشاركة، راح يكون فيها تصفيات للتأهل للمسابقة الوطنية إن شاء الله. التحضيرات التي يحتضنها مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة بتنظيم المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله لفائدة أطفال المؤسسات والمراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا، نشكر الشيخة تاعي والمدير، إن شاء الله ننجح في المسابقة. صحة رمضانكم وشكرا. في شهر رمضان نشهد عدة برامج في مسجد الأمير عبد القادر، منها الدروس إضافة إلى صلاة التراويح. وسيتم بالمناسبة تكريم الأوائل خلال شهر رمضان دعما لهذه الفئة من المجتمع. إلى التذكير بالعنوان. في كنف الجزائر الجديدة مكاسب محققة لصالح المرأة وجهود متواصلة لتمكينها وتكريس حقوقها في مختلف المجالات. في روبورتاجاتنا الميدانية سلطنا الضوء على المشروع المهيكل خط السكة الحديدية رابط بين ولايتي أم البواقي وخنشلة، بنية استراتيجية بكفاءات وطنية خالصة وأبعاد اقتصادية متعددة. في سياق التحضيرات للشهر الفضيل، أسواق جوارية لتوفير المنتجات الفلاحية والمواد واسعة الاستهلاك كسرا للاحتكار، ومخطط محكم لضمان تمويل منتظم للأسواق باللحوم البيضاء بأسعار في المتناول. في فلسطين المحتلة وعلى مشارف الشهر الفضيل، جزر مستمرة واستهداف متواصل لقوافل المساعدات يرفع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 30,800 شهيد، بينهم أزيد من 8,000 امرأة شهيدة. ومن وحي شهر القرآن، راعم ذوي الاحتياجات الخاصة بقسنطينة في رحاب الذكر الحكيم تحضيرا للمشاركة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. نشرتنا تمت، تقبلوا تحياتي والفريق الذي خدمكم في ثمينة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.